انا عندي 4 قنوات يا اختي، ما دامني عارفه اخي بارك الله فيك، اني عارفه اخي بارك الله فيك، ما قصرتش، شكرا اخي. بصح اخي هنولي الهدرتي ساعه قبيل ما عنديش الزهر، ما عنديش الزهر جرام ما عنديش الزهر، كل ما نحل كيما هكذا مانيش عارفه علاش يدخلوا يعاودوا يروحوا، مش عارفه، مانيش عارفه، ما فيهاش راني مقصره والله، ما راني عارفه. دايما نرحب بالجميع ونقول مرحبا بكم، ترحب بكم ام ادم، ترحب بالجميع، مرحبا بكم داخل الجزائر وخارج الجزائر بس مانيش عارفه علاش ما يبغونيش، لا مانيش عارفه انا ماشي قناه للدعم، بصح ندعم ناس اللي على حسابي يدخلوا عندي، يكونوا قنواتهم صغار، كي يكون معايا كيما الاخ خالد، اخ خالد اكبر داعم عندي، ما نقول فيه بارك الله فيك اخي، ما يقصرش، وراني نقولها الاخ خالد معانا اكبر داعم، الله يحفظك اخي، اخ اكبر داعم ما يقصرش، اللي يسيبو يدخل عنده ويدعمه باش يقد، وشكرا اخي بارك الله فيك، والله يكثر من مثالك يا اخي، وفي بمعنى الكلمه، واخي نفتخر، نفتخر بنفسي، نفتخر باخ عندي جزائري، نفتخر بنفسي اني جزائريه، وعندي خوتي جزائريين ما شاء الله، كباب كباب بمعنى الكلمه، اصحاب واجب، الحمد لله احنا جزائريين، هذا باش مشهورين، الحمد لله يا ربي نديروا الخير، وربي سبحانه وتعالى هو اللي جازينا، ما قصروا حتى مع واحد، يدير فينا واحد الخير ما ننساوهولوش، نردوهولو باش قدينا ولاش قدينا. شكرا اخي خالد بارك الله فيك، ديجا دخلوا معنا شحال من وحدينا ودعمتهم، وبارك الله فيك يا اخي، الله يحفظك، الله يجعلها لك ان شاء الله في الميزان المقبول، ميزان حسناتك ان شاء الله يا اخي. شكرا. الاخوان اللي معانا والاخوات مرحبا بكم، ام ادم ترحب بالجميع، معانا الاخ خالد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الاخ والاخت اللي معانا، مرحبا بكم، شرفوني بوجودكم، مرحبا بكم. مرحبا وسهلا، مرحبا، مرحبا بالجميع، أم آدم ترحب بالجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزائر عند أم آدم، أم آدم ترحب بالجميع. قد لي البصلة هي الأولى البصلة على الطماطم حبك أخي بارك الله فيك